ومن القمشلي تنضم إلينا مراسلة الغد ناز السيد. ناز، يعني ماذا عن تفاصيل هذه العملية العسكرية؟ نعم بالفعل، كان هناك هجوم لمسلحي تنظيم داعش بالاسلحه الثقيله والسيارات المفخخه على نقطة عسكريه للجيش السوري جنوب غرب مدينه الميادين. كان قتل خلالها اكثر من 20 عنصر للجيش السوري، ايضا قتل خلالها 5 عناصر للجيش الروسي حسب المصادر الخاصه في الجيش السوري. ايضا اكد اصابه عدد من عناصر الجيش الروسي باصابات قد تعتبر اصابات بليغه او خطيره. ايضا هناك العشرات من الاصابات في صفوف الجيش السوري، فيما تمكن الجيش السوري من تدمير عدد من السيارات المفخخه لتنظيم داعش التي شنت الهجوم على النقطه العسكريه للجيش السوري، ايضا قتل خلالها العشرات من مسلحي داعش. طبعا هذا الهجوم ليس جديد، يعني كان هناك عدة محاولات أخرى لمسلحي تنظيم داعش للهجوم على عدة نقاط أخرى للجيش السوري. أيضا هناك هجوم لمسلحي داعش على عدة نقاط لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي. طبعا ولا سيما هذه الأيام تشهد المنطقة عواصف رملية يساعد تنظيم داعش على هذه الهجمات التي تشنها ضد القوات المتمركزة في دير الزور وريفها. طبعا في ريف دير الزور الشرقي لا يزال تنظيم داعش يسيطر على عده مراكز رئيسيه، ولا سيما بلده هجين التي تعتبر نقطه استراتيجيه مهمه لتنظيم داعش حسب المصادر. نعم هناك العشرات من قيادات داعش لا يزالون يتواجدون في بلده هجين. طبعا قوات سوريا الديمقراطيه تحاول التقدم باتجاه بلده هجين، فيما سيكون الوجهه القادمه لقوات سوريا الديمقراطيه بلده الدشيشه، ايضا تعتبر نقطه استراتيجيه لمسلحي داعش، فيما ستواصل حملتها للسيطرة على بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي بالدعم من التحالف الدولي وبالتنسيق ايضا وبدعم من قوات الجيش العراقي على الحدود، يعني المتآخر ما بين سوريا وتركيا وسوريا عفوا والعراق. نعم عمليات الجيش السوري وعمليات قوات سوريا الديمقراطية طبعا مستمرة كل من على جهته. طبعا الدعم الروسي مستمر للجيش السوري في مدينة دير الزور والنقاط التي يسيطر عليها الجيش السوري والتي تمكن من تحريرها من مسلحي داعش. ايضا محاولات تنظيم داعش مستمره بالهجوم على النقاط المهمه العسكريه التابعه للجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطيه. نعم اذا من القمشلي مراسله الغد ناز السيد، شكرا جزيلا لك.